المادة والعناصر والمركبات وارتباط المواد مع بعضها البعض، لما ترتبط المواد مع بعضها البعض وعرفنا هذه ايش؟ البرايمري بوندز والسكندري بوندز. فارتباط المواد مع بعضها البعض حيخلق لي صفات. هذه الصفات واحدى هذه الصفات في علم المواد وخصوصا علم المواد السنية في معنى حاجة تسمي ايش؟ الفيزيكال بروبرتيز. الفيزيكال بروبرتيز معناتها لما اقول ما هي خاصية هذه المادة؟ هي خاصية المادة بحد ذاتها بدون تطبيق أي قوة خارجية عليها. فهذا يكون عليها ايش؟ الفيزيكال بروبرتيز. مثل ايش؟ مثل الوزن، مثل الكثافة، مثل اللون، مثل درجة الانصهار، درجة الذوبان، درجة الغليان، درجة التبخر. كل هذه ايش؟ نطلق عليها ايش؟ الفيزيكال بروبرتيز، مقدرة المادة على التوصيل الحراري أو التوصيل الكهربائي أو عكسهم تماما العزم الكهربائي. فهذه كلها نطلق عليها ايش؟ فيزيكال بروبرتيز. من المهم ان احنا ندرسها علشان نعرف خواص بعض المواد السنية. طبعا ما نخش في تفاصيل عميقة جدا، لا، حنأخذ مثلا تعاليم وأهمية هذه الخاصية فيما يناسب ايش؟ أو فيما يتعلق بمجال طب الأسنان. فهذا ايش؟ الفيزيكال بروبرتيز. Are properties that do not deal with the application of force to the body which are. يعني هي الخصائص المادة التي تتناول خصائص المادة بدون تعرضها لقوى ايش؟ خارجية. قوى خارجية حنعرف لها ونفرد لها فصل آخر مهم جدا حنعرفه تماما. الفيزيكال بروبرتيز أو الفيزيكال بروبرتيز في الماتيريالز حيكون معنا خصائص ماس ريليتد بروبرتيز، يعني خصائص متعلقة بكتلة المواد والخصائص الحرارية للمواد والخصائص الكهربائية للمواد وخصوصا المواد السنية، بمعنى خصائص خاصة تماما. وأيضا هنا ايش؟ الأوبتيكال بروبرتيز، الخصائص اللونية أو البصرية. ليش؟ لأنه لما تعمل ترميم أو تعمل حشوة أو تعمل تركيب يجب أن يكون هذا التركيب ملائم جدا من ناحية اللون، بالذات في العصر الحديث حاليا بدأ وعي الناس في الناحية التجميلية أكثر. أي خلل، أي مشكلة على المستوى التشريحي أو على المستوى اللوني فهذا يؤدي إلى failure of the restorative materials وبالتالي حيأثر عليه بالسن بشكل كبير جدا. فهذه هي الخصائص بشكل عام، حنحاول نفهمها، نشوف شو الجدول هكذا وتخطط لها، حتكون سهلة جدا وحنركز عليها وحنترجمها وحنمشي slowly علشان يكون الموضوع سهل جدا. فالماس ريليتد بروبرتيز أول شيء هنا ايش؟ الدنسيتي الكثافة. الدنسيتي الكثافة ايش تعريفها ببساطة؟ هذا عارفينها من الابتدائية الإعدادية. It is a mass per unit volume، هي عبارة عن الكتلة لوحدة الحجم، كتلة على وحدة الحجم. فإذا كانت الكتلة بالجرام والحجم سنتيمتر كيوبيك فهذا هو ايش؟ وحدة قياس الدنسيتي. طبعا وحدة القياس حاول تفهمها ما فيش داعي لها، هذا المقصود فيها. إذا الكثافة فهذا المقصود فيها بمعنى وزن المادة، يقصد فيها وزن المادة، وزن المادة. فهنا علشان اعرف كثافة المواد اقارنها بمادة مثالية. ما هي المادة المثالية التي تكون كثافتها مثالية؟ ونقدر نقارن بقية المواد، حيكون معنا ما ايش؟ الووتر، حيكون كثافته 1 سنتيمتر او الجرام على سنتيمتر مكعب. فهذا المقصود ايش؟ بالووتر. بقية المواد حنقارنها مع ايش؟ مع الووتر. لما نقارن هذه المواد مع الووتر، الووتر حيكون ايش؟ سبيسيفيك جرافيتي، الكثافة النوعية. وهي معناتها مقارنة وزن المادة بحجم معين إلى وزن مادة أخرى من الماء. هذا المقصود فيها. فلذلك السبيسيفيك جرافيتي كيوبيك سنتيمتر أوف ووتر، يعني مكعب من الماء عند درجة 4 درجات أو 4 degrees centigrade serves يقوم بعمل as the unit of comparison للمقارنة of liquids and solids. هنا يقصد فيها بالمقارنة بكثافة المواد. ركز معي على هذا الموضوع. فلاحظ عرفنا الماء، الماء دائما وابدا يكون ايش؟ 1 مع ايش؟ الدنتين. كم كثافة الدنتين؟ حيكون ايش؟ 2.14. ما تحفظ شيء قليل، بس حاول مثلا بعض المواد وخصوصا المواد المعدنية، الأمالجم مواد معدنية وعرفنا ايش معنى الأمالجم. البيور جولد، لاحظ كم وزن الذهب، تقريبا 19 ضعف من ضعف ايش؟ الماء، يعني ثقيل. ليش الذهب ثقيل؟ احنا عارفين المعادن بشكل عام ثقيله، ليش؟ لانها عدد البروتونز وعدد النيوترونز الموجوده في النواه والتي ستحدد وزن الماده عددهم كثير جدا، فبالتالي تكون الماده وزنها ثقيل، هذا المقصود فيها. فهذا عرفناها البيور جولد
فنقارنه. ليش؟ لان البيور كود يستخدم بكثره في مجال طب الاسنان. طبعا للاسف مجتمعنا ما بيشتغلوش لانه very expensive، لكن معظم المجتمعات راح اوريكم فيديوهات ان شاء الله بيعمل لك حشوه دايركت جولد فيلينج. دايركت جولد فيلينج ايش علاقتها في طب الاسنان؟ ايش علاقتها في طب الاسنان؟ هذا المهم. لاحظوا معي، حنتكلم بهذا الكلام بعد اللحظه. انكريز هذا السهم معناته ايش؟ انكريز ريتنشن اوف نون ميتاليك. نون ميتاليك يعني المواد الغير معدنيه مثل ايش؟ الكوبريت ديشن. الطقم هذا اللي بتسووه او اللي قد بديتم تشغلوا الاكريل هنا حيكون وزنه خفيف الوزن، فبالتالي حيفضل ان انا احطه بالفك العلوي. ليش؟ لانه خفيف الوزن، وبالتالي لما يكون خفيف الوزن حيزيد ايش؟ الريتنشن، حيزيد ثبات الطقم ما يسقطش. يعني لو تكون تعمل لي طقم قاعدته من الجولد، ثقل الجولد حيسقط بسبب ايش؟ انه ثقله او كثافه نقول ايش؟ عالي. لاحظ انكريز ريتنشن اوف نون ميتاليك ابر دنشرز because it's lighter than metal. طبعا المواد البلاستيكيه ايش؟ المواد البلاستيكيه بنقول ايش؟ نون ميتال، او اقول ايش؟ اكريليك ريزن. احنا قد اشتغلتم بالاكريل او شيء؟ it is lighter than metal. اوكي. إذا ما فيش خيار غير إن أنا أستخدم الميتال، ما راح أستخدم إيش؟ الجولد ألوي. ليش الجولد ألوي؟ لأن الجولد كثافته إيش؟ عالية جدا، حيسقط الطقم من ثقله، من ثقله، ولذلك يفضل إن أنا أستخدم معادن أخرى، بيز ميتالز. ما يميز إن البيز ميتالز هذه تكون إيش؟ خفيفة الوزن. معادن قوية وخفيفة الوزن، فحستخدمها ممكن. هنا زيادة الكثافة حستفيد منها. إذا أي صفة ندرسها الآن في مجال طب الأسنان لها فائدة ولها إيش؟ مساوئ. فلذلك الفائدة أقول desirable. إيش معنى desirable؟ مرغوب. undesirable غير مرغوب. أو أقول advantage أو disadvantage. advantage مفيد، محبب، غير محبب. فلذلك هذه الصفة زيادة الكثافة، بمعنى زيادة الكثافة في الأطقم العلوية undesirable disadvantage، لكنها حتكون افضل لما يكون الطقم ايش؟ سفلي. مع الفك السفلي مع الجاذبيه حيثبت اكثر لما يكون ثقيل. ايضا في عمليه صب المعادن عمليه نسميها ايش؟ كاستين. ايش معنى كاستين؟ معك نموذج لشكل الاسنان، هذا فراغ. حجي اصب الماده. الماده ايهما افضل؟ لما تكون ثقيله او لما تكون خفيفه وتتغلغل الى كل التفاصيل التشريحيه؟ لما تكون ثقيله، بمعنى لو دنسيتي الوي او الله سبائك تكون كثافتها قليله، يفضل ان انا استخدم قوالا اكثر علشان تدخل الماده الاخرى وتعمل لي هذا الشكل. هذا نسميه عمليه الكاسن. عمليه الكاسن ايش تقصد يقصد فيها؟ لاحظ عملت كراون، هذا الكراون عملت له وتر، عملت كراون خرجت منه ليش؟ الداي، حطيت البوتقه هذه وعملت ايش؟ صبيتها بماده جبسيه. هذه الماده الجبسيه تصلبت وحطيتها داخل الفرن، ايش حيحدث للشم؟ حيذوب. يتبقى معك هنا ايش؟ فراغ. هذا الفراغ حجيب المعدن المنصهر واخذه داخل هذا الفراغ. فاذا كان المعدن المنصهر كثافته عاليه حيتغلغل كامل هذا الفراغ بسهوله. ليش؟ لان كثافته عاليه. لكن لما يكون كثافته قليله جدا حيوصل لهنا وما يكمل لكش البقيه، واي نقص اي خلل بمعنى ان الشغل فيلير. اذا هذه العمليه عمليه ايش؟ الكاستن. اذا زياده الكثافه بعملية الكاسن هل حتكون ادفانتج او ديزادفانتج؟ ادفانتج، او نقول عليها ايش؟ ديزاير. هذا مما يتعلق بموضوع الكثافه. واضح الان الموضوع، عرفناها تماما هذا المقصود فيها. ننتقل الى الموضوع الاخر وهو ايش؟ الثيرمال بروبرتيز، الخصائص الحراريه. هنا في معنى ايش؟ ثيرمال كوندكتيفيتي، التوصيل الحراري، التوصيل الحراري. It is the quantity of heat in calories. هي كمية الحرارة in calories per second، بالثانية الواحدة. passing كمية الحرارة هذه حتمر passing through a body، حتمر عبر جسم، يعني حتنتقل عبر جسم. لكن هذا الجسم كم سماكته؟ 1 سنتيمتر سكوير. 1 سنتيمتر when the temperature difference is 1 degree centigrade. بمعنى حاول تفهم التعريف، يقصد فيها انتقال الحرارة، انتقال الحرارة. فأيهما اللي حينقل الحرارة؟ الميتالز أو النون ميتالز؟ ليش تنقل الحرارة؟ تذكروا هذه المحاضرة الثانية قلنا بسبب عدد الإلكترونات الحرة الخارجية ودورانها السريع وتعمل سحابة إلكترونية، فالإلكترونات الحرة هنا ستؤدي إلى نقل الحرارة، وأيضا حتعمل على نقل إيش؟ التيار الكهربائي.
هتعمل على نقل التيار الحراري والتيار الكهربائي. فهذا المقصود. لاحظ هنا metals المعادن are better heat conductors than non-metals، يعني المعادن أفضل بنقل الحرارة من non-metals. إيش علاقة هذه الخاصية في مجال طب الأسنان؟ ركز معي. هنا قلنا بالحالة الأولى هذا الطقم يفضل أننا أستخدم هذا الطقم. ليش؟ هذا الطقم علوي، فك علوي. ليش؟ لأنه non-metals حيكون خفيف الوزن، مما يؤدي إلى increase of retention. أوكي، هذه المنطقة وهذه المواد تعتبر عوازل للحرارة. لما يحطها المريض فمه ويشرب حاجة مثلاً ساخنة جد تماماً ما يشعرش بالإحساس، ممكن ينحرق، يحرق البلعوم، يوصل للمعدة ومشكلة بسبب إيش؟ إن هذه المواد عازلة. أيضاً أنت لما تعزل الإحساس عن الحرارة والبرودة تحت الأنسجة حيؤدي إلى التهاب الأنسجة وإفراغية ومضايقة المريض. فلذلك يجب أن يكون الطقم مصنوع من الميتالز. ليش؟ لأنها موصلة جيدة للحرارة، مما يؤدي أنها تخلي لك التيشو to be healthy، تكون بحالة طبيعية. عزل الشيء عن الحرارة والتهاب والإحساس وكذا يؤدي إلى مشاكل، فهذا المقصود فيها. فكيف نعالج المشكلة؟ أننا نعمل ميتالز وأشياء إيش من ميتالز، هعمل إيش؟ كومبينيشن. لاحظ هذا الطقم مثلا، أولا ما استخدمت الجولد ألويز هنا لأنها ثقيلة الوزن، استخدمت هنا إيش؟ بيس ميتال ألويز. وهنا أيضا علشان التجميل وعلشان يكون الطقم أخف أكثر استخدمت إيش؟ أكريليك ريزن وذ أكريليك تيث، فهيكون كومبينيشن علشان هذه المشكلة. أولا مشكلة معالجة الوزن، وثانيا التوصيل الحراري. فهنا يجي يشرب الساخن البارد يشعر، يدري ان هذا حار او يدري ان هذا بارد كثير علشان لا يسبب له اي مشاكل، بالاضافه انه يحافظ لك على الانسجه تكون بيش هيلثي. لاحظ تيس كونسيدر تو بي ادفانتج. ايش معنى ادفانتج؟ مفيد او مستحب. ويل ميتاليك تنشر بيز ماتيريالز، بيز ماتيريالز سينس. ليش؟ ات ستيمولييتس ذا سبورتنج تيشو to be healthy as well as natural sensation، وكأنه يعطيك إحساس طبيعي. لكن لما تعمل له طقم بهذا الشكل دائما حذر المريض، أنت بتشرب الحاجات الساخنة أو كذا لأنه ما راح تحس فيها، حتندلق وتحرق لك إيش؟ البلعوم وهكذا دوره. لكن هذه قلنا في advantage وفي disadvantage. هنا حتكون disadvantage. ليش؟ ركز معي على هذه الصورة. هنا كان في تسوس وعملنا فتحة للسن ونظفنا، وحنعمل هنا ايش؟ ميتاليك ريستريشنز. هذه الميتالز اي حار او اي بارد حيكتسبها الميتالز، وحينقل حتنتقل الحراره من هنا لعند ايش؟ العصب، مما يؤدي بشعور بالالم. الالم على فترات طويله يؤدي الى ايش؟ قتل العصب. فهنا لما تستخدمها اذا هذه خارج ايش؟ الاسنان. داخل الاسنان او ضمن الاسنان، وخصوصا لما تكون الاسنان فايتال حية، يفضل ان انا استخدم تحتها هذا ايش؟ العازل. هذا نسميه ايش؟ بيز ماتيريالز مش بيز ميتالز، مادة عازلة، بمعنى يوصل الحرارة او البرودة فيوصل لها يوقف، لان هذه المواد تحته ايش؟ عازلة. لا لاحظ it is considered to be disadvantage with metallic restoration، مع الترميمات يعني ضمن السن especially in deep cavity، خصوصا لما تكون الحفرة قريبة للعصب، يعني التسوس كان واصل قريب للعصب، فتقوم تستخدم حشوة معدنية، يقوم يشرب المريض الحار أو البارد يشعر بآلام مبرحة. فلذلك إيش نعمل؟ عازل تحت الحشوة. إيش هذه؟ نسميها بيز ماتيريالز مش بيز ميتالز، سيبك من البيز ميتالز. فلذلك هنا متى تكون التوصيل الحراري أدفانتج؟ بالدينشرز بالأطقم. ديز أدفانتج ريستريشنز سبيشالي إن ديب كيفيتي، لما أعمل خصوصا حشوات خصوصا في العمق لا لأعمق جسم السن قريب يعني إلى العصب، فهذا المقصود فيها. فلذلك إذا لابد منه أستخدم الميتالز ضروري أعمل تحتها إيش؟ بيز ماتيريالز مش بيز ميتالز، يعني بيز ميتالز ميتالز وميتالز، ما استفدنا كل شيء انتقل للعصب. حنعرف هذا الاسم لاحقا، ركزوا معي تماما. إذا هذا فيما يتعلق الثيرمال إيش؟ كوندكتيفيتي، في معنى أدفانتج في معنى إيش؟ ديز أدفانتج. أو نقول ديزايربل أن ديزايربل، فهم هذه المصطلحات تماما. أيضا هيكون معنا إيش؟ السبيسيفيك هيت. السبيسيفيك هيت هي نسميها إيش؟ الحرارة المرئية، بمعنى مقدرة الجسم على اكتساب الحرارة. يعني لو أسخن هذا الجسم درجة مئوية واحدة وهنا درجة مئوية، أيهما اللي حيسخن أكثر؟
واسرع يعني المترز، بمعنى يحتاج الى درجه قليله لحيث يسقط، بينما هذا لانه عواجب حيحتاج الى درجه اكثر لحتى ايش يبدا يسقط. فهذا يقصد فيها ايش؟ السبيسيفيك هيت، بمعنى ان المعادن حيكون السبيسيفيك هيت حتى ايش؟ لو يعني مجرد ما في اي حراره بسيطه او اي بروده ينتقل الموضوع وينتشر بسهوله على عكس المواد الغير معدنيه. لاحظ السبيسيفيك هيت It is the quantity of heat needed to rise the temperature of 1 gram of the substance 1 degree. يعني 1 جرام من المادة رفع درجة حرارة حيكون درجة حرارة واحدة. اوكي الميترز حتنتبه بكل سهولة وركز معي. بينما النانميترز اللي أول مواد العوازل حيكون السبيسيفيك هيت حقها ايش؟ حيكون عالي تماما، بينما البيور جولد لها قليل جدا جدا مقارنة مع بقية القيم. فلذلك ايش علاقتها بطب الاسنان؟ ميترز هاف لو سبيسيفيك هيت وايل ميترز هاف هاي سبيسيفيك هيت. اكزامبل ان دنتستري بيكوز اوف ذا لو سبيسيفيك هيت اوف دنتال جولد الويز، هذه اللي يحتاج جولد الويز، برولونج هيتنج از انسيسري ديورينج كاستنج. هذه المواد لما اشتغلها عمل عمليه ايش؟ كاستنج، يعني كانت اول شيء ابنيها من الشم وارجع احولها ايش؟ الى المعدن. فلذلك ان انا اطول زمن التسخين لهذه المواد ما فيش داعي. ليش حيكتسب الحراره ويذوب بسهوله؟ اولا لان الحراره النوعيه منخفضه ما يحتاج اطول في التسخين، وثانيا لما تسخن المعادن لفترات طويله حيفقد خصائصها، ربما يؤدي الى تبخر بعض المواد، تبخر بعض المكونات، لان هذه نسميها ايش؟ جولد الويز. ايش معنى الويز؟ جميع المعادن، مش الا جولد فقط، جولد سيلفر كبر وهكذا، هذه نسميها ايش؟ جولد الويز. ما فيش داعي لتسخينها لفترات طويله لسبب، ليش؟ لان السبيسيفيك هيت حقها منخفضه، وثانيا تسخنها لفترات اطول حيؤدي الى تخرب الماده. احنا ليش بنسخنها؟ علشان نعمل عمليه الكاستنج، يكون المعدن بحاله سائله ويدخل ويتغلغل داخل التفاصيل كامل. هذه العمليه ايش نسميها؟ عملية كاستنج، يعني بضروري من التسخين، واحنا بنتعامل مع مواد معدنية، لهذا السبب ضروري ما اعملش ايش؟ اطول عملية التسخين. ايضا ثيرمال ديفيوسيفيتي، ثيرمال ديفيوسيفيتي هي ايهما اكثر ثيرمال ديفيوسيفيتي؟ الميتالز او النان ميتالز؟ الميتالز، يعني لو جت الحرارة حتنتشر وتنتقل بسهولة. يعني حيحدث انتشار من الحرارة، فهذا ايش؟ الانتشار الحراري، انتشار الحرارة او الاندعاب. الانبعاد الحراري. لاحظ it is a measure of how quickly heat spreads through an object. كيف الحرارة حتنتشر؟ بسرعة ولا ببطء؟ هنا حتنتشر الحرارة بسرعة، وهنا حتنتشر الحرارة ايش؟ ببطء. ليش؟ لأنه هنا عوازل للحرارة وهنا ايش؟ ناقلة للحرارة. فهذا المقصود فيها. It is simply the rate معدل، يعني معناتها سرعة at which heat diffuses through a material. يعني بالمطبخ لو جيت قطعة خشب وملعقة من الخشب وملعقة من المعدن والماء يغلي، أيهما اللي حيبعد الحرارة لو جيت مسكت تحرق؟ الميتالز. فهذا المقصود فيها ايش؟ الثيرمال ديفيوسيفيتي. طبعا المعادلات والقيم ما لهاش داعي، حركز على بعض الأشياء فيما بعد، هنا حاول مش تخصصنا يعني فيزيكس أو كيمستري ما فيش أي مشكلة. فتلاحظ أن المعادن حيكون الثيرمال ديفيوسيفيتي حقها عالي جدا. ايش حيفيدني هذا الشيء؟ ركز معي. Importance in dentistry. The thickness of the remaining dentine. هنرجع لهذه الصورة. يقول لك ثخانة الدنتين المتبقي يجب ان يكون ثخين. او اعمل تحت الحشوة المعدنية ايش؟ بيز. لاحظ هنا. The thickness of the remaining dentine and base. لاحظوا الان سميناها البيز. بيز اندر تحت. الميتاليك فيلم ماتيريال is very important in preventing thermal pulp shock. يعني المعادن، لاحظوا انا اضرب لك مثال، هذا الشخص عمل هذه الحشوه وما عملتش حمايه للعصب او كان بقيه الدنتين قليل جدا، يجي يشرب ماء ساخن، اول ما يشرب الماء الساخن مباشره العصب ايش؟ حيتالم، يعني ايش بقول عليها ايش؟ صدمه حراريه للعصب، هكذا يعني يكون لذعه يبتلع. بسبب ايش؟ ان الماده هنا الحراره انتشرت بسرعه وانتقلت الى العصب، تنتقل بالكميه نفسها يعني 50 درجه مئويه حتنتقل 50 او اقل الى العصب، يعني صدمه حراريه، بسبب هذا نسميه ايش؟ ثيرمال ديفيوزيفيتي. فلذلك ضروري ان انا احافظ على بقيه
الدتين او اعمل ايش بيز ايضا لكي امنع حاجه نسميها ايش ثيرمال بامب شوك الصدمه اللوبيه الحراريه. فلذلك يجيك سؤال دائما علم ليش مثلا هنا الدنتين او الحشوه لما تكون معدن يفضل اعمل تحتها بيز ويكون الدنتين سميك علشان تو بريفنتينج ثيرمال بامب شوك. وهذا يعيدنا الى الخاصيه اللي سميناها ايش ثيرمال ديفيزيف هذا تماما فيما يتعلق بهذا الموضوع. ايضا المواد بسبب الحراره احنا قلنا الان بنتكلم عن الخصائص الحراريه. اول خاصيه ايش كانت؟ الثيرمال كوندكتيفيتي الثيرمال هنا ايش؟ السبيسيفيك هيت. وثالثا الثيرمال ديفيوسيفيتي رابعا سوري رابعا كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن اند كونتراكشن المواد عامل التمدد والتقلص الحراري. يعني المواد لما تسخنها بالحراره ايش حيحدث لها؟ تتمدد واذا بردت يحدث لها ايش؟ تقلص. فهذا المقصود فيها كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن اند كونتراكشن ذا تشينج ان لينك بشكل عام بير يونت لينك اوف ذا ماتيريال فور ا 1 ديجري سنتيجريد تشينج عندما تتغير درجه الحراره درجه حراره واحده اما انها تزداد او تنقص. هذا المقصود فيها التمبريتشر از كول ذا لينير كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن يعني عامل التمدد الخطي لانه قال لينك فهنا ايش لينير خطي. فحتلاحظ مثلا المواد لما تكون مواد معدنيه فحيكون الثيرمال اكسبانشن اند كونتراكشن اكثر. لاحظ جلاس ايلمر الامالجام معدني مواد معدنيه بتلاحظ كم عامل التمدد والتقلص زياده ونقصان درجه الحراره. هنا ايش الخزر اللي نستخدمه على الاسنان. لاحظ الانامل والدنتين ايهما افضل قيمه مقاربه للانامل حيكون ايش البورسلين. ليش؟ حنجي نلاحظ ايش يهمنا بمجال طب الاسنان. لاحظ ونفترض ان معنا ايش حشوه هذه الحشوه وهذا السن الحشوه مثلا المريض اخذ حاجه بارده الحشوه ايش حيحدث لها اذا كانت سيئه وكذا حتتقلص لما حتتقلص حيحدث لنا ايش مارجينال ليكي تسرب من عند الحفاظ لما حيحدث تسرب للمواد للحمضيات كذا حيبدا المريض يشعر بالم مش من الحراره او كذا لا شرب ماده خلاص قام في الم. هذا المقصود فيها فهنا حيدخل المواد لهنا ايضا حيسبب الالم ايضا حيؤدي الى تسوس من الجديد يعيد التسوس نفسه ايضا حيؤدي الى تلون المنطقه هذه لانه حدث تجمع للاكل والمواد تحت الحشوه ايضا لما تتقلص الحشوه حيحدث لنا ايش؟ ممكن تخرج من مكانها خلاص ما فيهاش توازن ما فيهاش ثبات. هذا المقصود. العكس تماما اذا الماده اذا شرب حاجه ساخنه مثلا ايش حيحدث لهذه الماده؟ حتتمدد لما حتتمدد حيسبب لك الام على الاسنان ضغط على جدران السن ايضا قد ربما ان الحشوه ايش؟ تطلع من مكانها لما تمددت حتطلع من مكانها واذا كانت الحشوه قويه حيؤدي الى كسر ايش؟ السن وكلاهما ايش؟ يعني سواء تمددت او تقلصت هنا مشكله بمعنى يجب ان يكون تمدد وتقلص هذه الماده نفس تمدد وتقلص انسجه السن وافضل المواد انها هي عباره عن ايش؟ السيراميك او الدنتال بورسلين او الخزف. لاحظ قلنا لكم القيم لا تحفظهاش بس حاول اللي ايش؟ اقرب للسن القريب من السن اللي كثافتها عاليه جدا ليش؟ وهكذا تباعا. هنا لاحظ بس ذا كلوز ماتشنج ضروري حتى يكون التوصيل قريب ما بين of the coefficient of thermal expansion is important between هذا coefficient of thermal expansion and contraction يكون ضروري يكون متشابه ماتشنج يعني يكون في متقارب في تشابه ما بين ايش؟ تون اند restricted materials ما بين السن والحشوه to prevent marginal leakage وحيؤدي الى ايش؟ discoloration حيتلون السن ليش؟ دخل الاكل ودخل الطعام وتلون السن وتلونت الحشوه ايضا هايبر سنسيتيفيتي حساسيه عاليه جدا بسبب ان المواد تدخل خلاص تتاثر وتدخل من الدنتين عبر البلم ايضا ريكيرنت كيريز يعني يبدا السن بعدين ايش يتسوس تحت الحشوه اللي سويتها وهذه الكارثه ايضا اند ماي بي ريستريت ماتيريالز اور توث فراكشر قد ربما مما يؤدي اما ان الحشوه تنكسر او السن ينكسر. فهذا المقصود اذا استخدمت مادتين يكون الاختلاف بين التمدد والتقلص حقهم عالي ما بينها وبين السن لذلك يكون متقارب. هذا الموضوع الاول. لاحظ هنا نفس الموضوع شرحنا اذا كانت الماده تتقلص
حيؤدي إلى الفراغ، يمكن الحشوة تطلع إدارة إلى الآلام والذي ذكرناه مسبقا. العكس تماما، إذا كانت الحشوة فت وسخن المادة حيؤدي إن المادة يحدث لها إكسبانشن وممكن تخرج وممكن تكسر السم، وآلام مبرحة، وكلا الحالتين أسوأ من بعض، وكلا الحالتين أسوأ من بعض. هذا الخطوة الأولى ما بين السم والريستريت ماتيريالز، ما بين الخزل والمعدن. هنا ليش نحن نبني الخزل على المعدن؟ لأن الخزل مادة بروتين، إذا استخدمته لحاله النوع التقليدي مش النوع الحديد، إذا استخدمته داخل الفم يعرض المريض حينكسر مثل الانسجام، فضروري من تحت إيش؟ معدن. فتخيل إن المعدن تقلصه وتمدده يختلف عن تمدد تقلص إيش الخزل، إيش حيؤدي إلى فك الارتباط، فك الارتباط. علشان أعزز هذا الارتباط، علشان أعزز هذا الارتباط مع بورسلين أند ميتال NPFM. إيش معنى PFM؟ حاول تحفظ هذا المصطلح. بورسلين فيوز تو ميتال، يعني الخزل يلتحم مع إيش؟ مع المعدن. بورسلين فيوز تو ميتال ريستوريشنز كرونز أند بريدج تو بروفايد إيش؟ ميتال سيراميك بوندينج، علشان يكون الارتباط، نعزز هذا الارتباط يكون قوي. ما لم إذا هذه المادة بتتمدد غير هذه المادة حيحدث إيش؟ إن الخزف ينفل وخربت الشغلة تماماً. أيضاً هذا مهم جداً، الخطوة المهم الكوفيشنت ثيرمال إكسبانشن. المثال الثالث الأرتفيشال توث، الأسنان الصناعية. قلنا على سبيل المثال في عدة أسنان، في أنواع كثيرة، في نوع نسميه إيش؟ أكريليك تيث، هذا حيكون نفس الأكريل ما فيش أي مشكلة. وفي نوع هذا إيش؟ خزف وهذا أكريل. أيهما أفضل؟ لما يكون من نفس المادة أو لما يكون من مواد مختلفة؟ لما يكون من نفس المادة. على سبيل المثال هذا كان مصنوع من الأكريليك ريزن وعملت السنة الصناعية، هنا ممكن تكتب هنا إيش؟ سيراميك. فلاحظ معي الاختلاف ما بين الكوفشن والثيرمال إكسبانشن أدى إنه يحدث إيش؟ كريز. ليش؟ لأن هذا التمدد أو التقلص غير هذا، هذا يكتسب الحرارة، هذا ما يكتسبش الحرارة، وأدى إلى حدوث شقوق على مستوى الطبق. لاحظ artificial tooth and denture base، هذه نسميها ايش؟ denture base. To avoid crazing، ايش معنى crazing؟ الشقوق، الشقوق هذا المقصود فيها تماما. اذا هذه الخاصية الرابعة والتي سميناها coefficient thermal expansion and contraction مهمة جدا جدا وعرفناها تماما. وهذه مدار اسئلة، ليش coefficient thermal expansion between ceramic and porcelain أو سيراميك أند ميتالز should be compatible، should be يعني يكون متقارب، compatible أو متقارب. ليش؟ to enhance to provide metal ceramic bonding، أو تقول لي علشان ما ينفصلش الخزف على المعدن. أيضا هنا ليش؟ الارتفيشال tooth يجب أن يكون مع الأكريل، يفضل أن تكون أسنان أكريلية علشان نمنع to avoid crazing وهكذا تماما. أيضا هنا من خلال الميلتين اند فريزنج بوينت، درجة التجمد والذوبان، يعني هي الدرجة التي يبدأ فيها الجسم بالذوبان أو يبدأ فيها الجسم بالتجمد، ما فيش أي مشكلة. هنا قطع ثلج على سبيل المثال بدأ، هنا هنسميها ميلتين وهنا هنسميها ايش؟ فريزنج. هنا ميلتين هتحول إلى الحالة السائلة، والحالة السائلة تحول إلى الحالة الصلبة بعملية تسميها إيش؟ الفريزنج. هذا موضوع سهل جدا، بس المصطلحات من ضمن المصطلحات. ما هي أهميتها في طب الأسنان؟ لاحظ المواد في طب الأسنان كثيرة جدا، ضروري بالذات في عملية الكاستنج نضبط درجة الحرارة. أولا على سبيل المثال هذا الشكل درجة انصهاره مثلا ما بين 80 إلى 100 درجة، هل أقوم أحطه هنا داخل 500 إلى 600 درجة؟ غلط، ضروري أوزن درجة الحرارة تكون إيش؟ تدريجية. هذه المادة وهذه المادة، مثلاً هذه المادة حتنصهر عند 1000 درجة مئوية، يجب أن هذه المادة تتحمل فوق 1000 درجة مئوية، ما لم إذا بردت وحاولت تدخل المادة لهنا حتوصل لهنا، لأن البوتقة هذه باردة وما راح يتغلغل المعدن. فهذا المقصود فيها علشان يكون الكاستنج فور بروبر كاستنج. لاحظ for non-plastic restorative materials بمعنى to determine the type of melting machine، علشان أعرف كم درجة ذوبان الشم، مش أقوم درجة ذوبانه أو مدى ذوبانه عند 80 وأقوم أسخن أو أستخدم لها 100 أو 120 حيؤدي إلى تخرب الشم،
فهذا المقصود فيها. ايضا to avoid volatilization or melting alloy، لكي اتجنب تبخر او تبعثر ايش الماده او المعدن المنصهر consequently porosity، وحيكون العواقب انه يكون داخل هذه يكون ايش ثقوب of molten metal. ايضا to determine the type of investment، هذه الماده اللي غلفنا بها النموذج الشرعي هذه نسميها ايش investment material، هذه الماده البيضاء نسميها ايش investment material. ايضا من خلال معرفه درجه الحراره اقدر احدد النوع، ليش في نوع مثلا يتحمل 800 درجه مئويه، في نوع يتحمل 100 درجه مئويه، في نوع اذا كانت السبيكه بتذوب عند 1500 1600 درجه فهذا النوع يتحمل لحدود ال 2000 درجه مئويه. فلذلك معرفتي لدرجه الذوبان درجه الانصهار مهم جدا، هذا الشيء في مجال طب الاسنان، وهذه خصوصا في عمليه سمينا عمليه ايش الكاستنج، عمليه الكاستنج يقصد في عمليه الصب باللغه العربيه يطلع ايش الصب. هنا الهيت اوف فيوجن، ايش معنى الفيوجن؟ درجه أو حرارة الإصهار، درجة الإصهار، بمعنى تحويل 1 جرام من المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة إيش؟ السائلة. بعض مواد تذوب عند 100 درجة، بعض مواد تنصهر عند 200 درجة، بعض معادن عند 1000، 1200، 1500 وهكذا. هذه كلها نسميها إيش؟ heat of fusion. The amount of heat in calories or joules، يعني وحدة قياس الكالوريز أو جولز required، تتطلب او اللازمه to convert لكي نحول 1 جرام of material from solid state to liquid state at the melting temperature، عرفنا انها ايش؟ heat of fusion. هنا القانون مش اي مشكله، as long as the mass is molten the heat of fusion is retained by the liquid، بمعنى الماده يتم احتوائها وتبريدها فحتتحول من الحاله السائله الى الحاله الصلبه. المعدن سخنته عند 1000 درجة مئوية، هل هيظل سائل عند درجة الحرارة 25 درجة، فلما تتناقص درجة الحرارة حيتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، هذه حنسميها ايش؟ latent heat of fusion، ايش نسميها هنا؟ هنا حرارة هنا الطاقة الحرارة الكامنة، الحرارة الكامنة أو الحرارة، لها مصطلح باللغة العربية ما يحضرنيش الآن. لا تنتهي فيوجن، ايش معناتها؟ تحويل جرام او الماده لما تكون من الحاله السائله الى الحاله الصلبه، فحتتحرر حراره. هذه الحراره الكامنه نفس الحراره اللي اكتسبها وتحول من السوليد الى ايش؟ الليكويد، هذا المقصود فيها. لاحظ لا تنتهي فيوجن، it is the amount of heat in calories or joules liberated، تتحرر. When 1 gram of material is converted، يعني العملية عكسية، ليش؟ لأنه لما تذوب المعادن حترجع تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة إيش؟ الصلبة، هذا المقصود فيها. إيش وظيفتها؟ أهميتها في طب الأسنان during casting that metal must be heated 100% more than its melting temperature for proper melting. بمعنى لاحظوا معي، هذا المعدن درجة انصهاره إيش؟ 1000 درجة مئوية. هل حنصهره عند 1000 درجة مئوية أو أقل من 1000 درجة أو بزيادة ال 1000؟ بزيادة ال 1000 لحتى نوصل لعند إيش؟ مثلا 1100. ليش؟ أنت حتجيب المعدن المنصهر وتخرجه وحيتعرض للهواء وضروري يدخل داخل هذا الثقب ويعبي لك هذه إيش؟ البوتقة. فتعرضه للهواء حيؤدي إلى إيش؟ تناقص درجة الحرارة. تتناقص درجة الحرارة مش مشكلة، ليش؟ لأنك إيش؟ سخنته بزيادة. ما اذا سخنته عند 1000 درجه مئويه مثلا وخرجته، مجرد ما يتعرض للهواء طوال ايش؟ يتصلب. فهذا المقصود فيها يكون ايش؟ زياده درجه مئويه. ايضا هذه البوتقه درجه انصهار المعدن مثلا 1000، يفضل انك تسخنها لاكثر من 1200 1300 درجه. ليش؟ ايضا هذه البوتقه لاحظ في منقاط حتخرجها وتحطها داخل هذا الجهاز. لما تحطها داخل الجهاز حتجيب المعدن وتصهره. فبالتالي حيؤدي الى انخفاض درجه الحراره، فعند ضروري ان الحراره ايش؟ تزداد علشان هي معرضه للهواء الجوي فحتتناقص مما يؤدي الى تصلب المواد وحيكون عندك عمليه الصب فاشل، هذا ضروري تروح تكون تشوف المعامل او شوف اي فيديو عمليه تسميها ايش؟ كاستنج بروسيجرز، تفهم كيف العمليه وكيف يتم صهر المعادن وتذويبها لعمل ايش؟ الريستوريتيف ماتيريالز. خلصنا من الخصائص الحراريه، يجيك سؤال انيمريت ذا ثيرمال بروبرتيز، عدد وهي موجوده باول الجدول، قلنا ثيرمال بروبرتيز كذا 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 كذا.
الآن حننتقل إلى إيش؟ عن electrical properties، بمعنى إلى حد ما تشبه thermal properties من حيث المواد، بمعنى إن المواد المعدنية حتكون إيش؟ موصلة للكهرباء مثل ما كانت موصلة للحرارة، والمواد الغير معدنية حتكون وغير موصلة، أو نسميها resistivity معناتها مقاومة للحرارة. هنا electrical conductivity and resistivity معناها من resistance مقاومة ولا إيش موصلة. The ability of material to conduct an electrical أو electric current هي مقدرة المادة على توصيل التيار الكهربائي. Might be stated as specific conductors حيكون موصل نوعي، or conversely أو عكسياً حيكون إيش specific resistance، لذلك حيكون resistivity هذا المقصود فيها. أيضاً من الخصائص electromotive force عند سريان تيار كهربائي حيحدث إيش تجاذب. هذا التجاذب بسبب إيش اختلاف الأقطار. وهنا عيقول if two metals are conduct to an electric current an electrical attraction are formed حيتشكل تجاذب كهربائي بسبب due to a like electrical charge are formed بسبب تكون الشحنات المختلفة حيؤدي إلى electromotive force قوة سبب تجاذب الكهرباء. الجلفانس هنا مهم جدا. الجلفانس بالنسبة إلى العالم الإيطالي جلفانيك هو الذي اخترع الخلية الجلفانية وحدث لها تطور، وإلى اليوم ما زلنا نعيش هذا الوضع. يعني إيش استخدمنا إيش البطارية. ما علاقتها بطب الجلفانس؟ هنا ما علاقتها بالأسنان؟ ركز معي. The presence of metallic crustaceans وجود المعادن كحشوات داخل الفم أو كترميمات أو كأجهزة داخل الفم metallic crustaceans in the mouth might cause a phenomenon حيسبب لي ظاهرة يطلق عليها called galvanic action or galvanism حيؤدي إلى خلية جلفانية داخل الفم بسبب وجود المعادن، والمعادن داخل الفم حيشكل لك نفس الخلية الجلفانية. لاحظ this results from a difference in potential between the similar fillings حيكون في معانا الطاقة الكاملة ما بين هذه المعادن حيكون ايش dissimilar حيتكون لك ايش خلية جلفانية تماما in opposite or adjacent teeth اما حيكون الاسنان المتقابلة او اسنان متجاورة وتعاملا حشوات كل الحشوات هذه ايش معدنية حيخلق لك خلية جلفانية. والخلية الجلفانية ما هي عبارة عن اقطاب وسائل الكترونيتي. السائل الالكترونيتي داخل الفم ايش حيكون؟ اللعاب السلايفا، فلهذا حيتكون لك هذه الخلية. وبعض الأحيان حيؤدي إلى إيش؟ وجود تيار كهربائي ضعيف، مما يؤدي يقول لك المريض يا دكتور أدنى ما أعض أحس بلذعة كهرباء. تفتح تشوف إنه في معه إيش؟ أكثر من حشوات معدنية. فكيف تتكون الخلية المعدنية؟ This fillings in conjunction with saliva هذه الفيلينز الترميمات أو الحشوات بالاقتران مع السلايفا or bone fluids such as electrolytes حيكون مثل السوائل أو السائل الإلكترولي make up an electrical cell حيسبب لك خلية كهربائية تماما. هنا ما هي مكونات الخلية الكهربائية؟ احنا عارفين حيكون في معنا القطب الموجب حيكون ايش؟ أنود، والقطب السالب حيكون ايش؟ كاثود. فهنا على سبيل المثال كان معك حشوتين، إحدى الحشوات حتكون قطب موجب وعندها تكون ايش؟ قطب سالب. المشكله مش الا هنا بس، ما الذي سيحدث؟ لاحظ على هذا الكلام. اولا الانود هو اللي حيكون الاضعف، الحلقه الاضعف، بمعنى حيكون هاز هاي ديسوليشن تندنسي، له القابليه على انه ايش؟ يتحلل. ثانيا هاز لو الكترود بوتنشال، له القدره على اكتساب الالكترونات ضعيف، حيفقد الالكترونات. ايضا ريليز ايونز انتو سوليوشن حيحلل لك ايش؟ يتحلل ويحلل لك الايونات داخل ايش؟ السوليوشن. ليس او لوس الكترونز حيفقد الالكترونات، حيحدث بهذا القطب ايش؟ اوكسيديشن، يعني حيتآكل عمليه اكسده. العكس تماما اللي حدثت هنا حتحدث ايش؟ بالكاثود. هاز لو ديسوليوشن تندنسي حيبدا يحدث يكون ثابت، يعني ما بيفقدش اي من عناصره. has high electrode potential يعني له القدرة على جذب الإلكترونات. فلما هيجذب الإلكترونات هنا هذا تفكك والمواد اللي تحللت حتجتذب هنا، هذا تآكل وهذا نقول بالمعنى تصبر، نقول ذحل. تخيل هذا تآكل، المشكلة برمتها كارثية. يعني
ايضا بيسيلز الكترونز وحيحدث بهذا القطب ايش؟ ريدكشن. هذا المكونين الاساسيين في ايش؟ الجلفانيك اكشن ونشوف او الجلفانيك سيل ونشوفهم داخل الفم. ايضا هاز بلود سوليشن اوكينا. ننتقل الى المكون الثالث سوري المفروض A B C D. مش عارف ليش طلعت الترتيب كله نفسه. حتى المكونات. الكترولايتيك سوليشن it carries the positive electrons او الايونات الموجبه from anode to cathode. هتنتقل من الانود الى الكاثود. خلنا الانود هو الحلقه الاضعف والحلقه الاقوى هو ايش؟ الكاثود وهو تماما. في معنى الاكسترنال سيركت يعني التيار الخارجي هنا في معنى الكترولايتيك نسميها ايش؟ ستاتيك الكترولايتيك يعني الكهرباء الالكتروستاتيك موجوده بجسم الانسان في كهرباء ولو انك ما تشيلها بس على المدى البعيد ضعيفه جدا وهي التي ستحمل لك الالكترونات السالبه من الكاثود من الانود الى الكاثود. فركز معي على هذه الامثله مهم جدا هذه الامثله ركز معي. مثلا معنا ملعقه من النحل نشيل نعمل عمليه طلاء هل حنخليها كاثود او انود؟ ضروري تكون كاثود وهنا ايش؟ هذا ليش الانود فبالتالي مثلا حيتحلل الفضه هنا حيحدث له تآكل والملعقه حيحدث لها ايش؟ تصبغ وكأنك عملت ايش؟ حاجه نسميها ايش؟ طلاء كهربائي الكتروبليتد لكن ركز معي ايهما افضل المعادن داخل الفم؟ تلاحظ الصور الاولى من الحشوات المعدنيه ايش كنا نقصد افضل الحشوات؟ الجولد من الحشوات المعدنيه افضل اكيد السيراميك لكن من الجولد بمعنى الجولد من افضل المعادن واكثرها استقرارا في الفم. فاذا وجد الجولد ووجدت اي ماده اخرى فايهما اللي حيكون القطب الموجب وايهما اللي حيكون القطب السالب؟ دائما وابدا الجولد حيكون القطب السالب وبالتالي اي مواد اخرى حيكون قطب موجب فبالتالي حيكون لك ايش؟ هذه الخلايا الجلفانيك اكشن بمعنى يفضل لما تستخدم حشوات معدنيه تكون من نفس الماده فهذا المقصود فيها فعرفنا لاحقا. يجيك سؤال اوكي يجيك سؤال مريض جاء لعيادتك كان عامل حشوه من الذهب وحشوه من السيلفر ايهما اللي حيكون الانود وايهما اللي حيكون الكاثود؟ اللي حيكون الكاثود دائما ابدا هو ايش؟ الجولد. واللي حيكون الانود هو ايش؟ السيلفر. اوكي من خلال هذه العمليه ايش حتشوف؟ ايش اول شيء تتوقعه؟ حيكون حيحدث عندنا تارنش اند كروجن. تارنش ايش معنى تارنش؟ تصبغ. كروجن ايش معناتها؟ تآكل. ايهما القطب اللي تعرض له تارنش وايهما القطب اللي تعرض للكروجن؟ هذا تعرض للتآكل وهذا تعرض ايش؟ للتصبغ. وجود اي معدنين مختلفا في الفم او خصوصا لما يكون معدن ركز خصوصا حيحضر لك حاجه نسميها ايش؟ جلفانيك اكشن وهنا كارثه تماما. هذا يعود الى ايش؟ خاصيه التوصيل الكهربائي. فعلشان نمنع هذه المشكله اما اني استخدم الجولد او معادن من نفس النوع سيلفر او استخدم ايش؟ الجولد بصوره نقيه. ليش؟ حتى السيلفر من الصعب ان انا استخدمه بصوره نقيه، ليش؟ دائما يجي ايش؟ الالوي. حتى الالوي مثلا استخدمت هنا سيلفر، جهه هنا سيلفر، وشركه ثانيه سيلفر. حيحدث تعنش عن كروجن، ليش؟ ايضا المكونات هنا حتختلف. هذا نسبة الفضة كانت كذا، نسبة النحاس، نسبة القصدير، نسبة كذا، مش حتكون نفس النسب، حيخلق لك قولا واحدا ايش؟ خلية جلفانية. فعلشان اتجنب هذه المشكلة يفضل استخدم معادن من نفس النوع وخصوصا البيور جولد او استخدم ايش؟ نون ميتال او استخدم نون ميتال علشان ما يكونش في عندي ايش؟ جلفانيك اكشن. هذا المقصود فيها تماما. لاحظ معي ايش؟ التامش السيرفيس ديسكلريشن. طالما درسنا الخليه الجلفانيه قلنا احد الاخطاب حيتعرض للتارنش ايهما اللي حيكون تارنش؟ اكيد الكاثود عفوا هنا therefore من الذي يتحكم بالعمليه برمتها؟ من هو ايش؟ نقول ايش؟ المسيطر او المتحكم بالعمليه هو حيكون ايش؟ الكاثود يعني هو اللي حيكون لا بيتاكل شيء اللهم انه حيصدى بشكل بسيط تمام فعرفنا
معنا من خلال الخصائص الكهربائية أن حيحدث عملية إيش تام مش تصبغ. فهنا discoloration of antitope or even slight loss of or alteration يعني تغير of the surface luster. هنا حيتغير لمعان المادة، لاحظ المادة كيف قد لونها كانت برابة تماما فأصبح لونها بهذا الشكل، هذا نسميه إيش تامش. إيش أسبابه؟ كيف السؤال؟ tarnish mostly occurs in the mouth due to formation of hard and soft deposits on the surface of the restorations, example calculus, mucin and blood. بسبب ايش؟ الترسبات الموجوده على الاسنان وعلى الحشوات حيؤدي لنا ايش؟ يتغير لونها. ايش هذه الترسبات؟ اولا حيكون ايش؟ ميوسين يبدا الاكل يتجمع ويتكثر يصبح مثل المخاط. بعدها حيتكثر اكثر اذا ما نظفتوش ويصبح ايش؟ بلاك لويحة جرثومية. اللويحة الجرثومية مع مدى الوقت وتطور البكتيريا وتكدس المواد حيصبح ايش؟ كالكولس كيلس، حيصبح كيلس من الصعب انك ازالته. ايضا هذه كلها حتؤدي الى ايش؟ تغير بلون الاسنان بالاضافة الى لون ايش؟ الستريتش ماتيريالز بيجمنت برودوسينج بكتيريا. ايضا البكتيريا المتعشعشة حتؤدي الى ايش؟ افرازات. هذه الافرازات حتكون صبغات مما يؤدي الى تصبغ الريستوريتيف ماتيريالز والتي عرفناها تارنش. ايضا فورميشن اوف ثين فيلمز اوف اوكسايدز، هذه المواد حدث لها مثلا عمليه ايش؟ تكون اوكسايد. يعني لو تلاحظ هذه ليش ما تصدقش؟ طبقه مكونه من الاوكسايد، فهنا بعض الاحيان تتاكسد ويتكون طبقه من الاوكسايد مما يؤدي الى ايش؟ تغير اللون، وتغير اللون ايش سميناه؟ تارنش. إذا ما هي أسباب التارنش؟ هذه هي الثلاثة الأسباب، تحفظها تماما إذا جاءك سؤال من هذا النوع. الباسيفيشن، ركز معي على الباسيفيشن. هنا الباسيفيشن يقصد فيها أن المادة تكتسب طبقة من الأوكسايد. هذه الطبقة من الأوكسايد هتعمل عملية حماية للمعدن بدون ما يتسرب دائما وأبدا. لو لاحظ لو ليش هذا البوينتر دائما الابيض قبل كل معي 3 سنين، ليش ما بينحرق؟ لانه في طبقه من الاوكسايد، هذه الطبقه من الاوكسايد نسميها ايش؟ باسيفيشن، يعني خلت المعدن غير قابل للتاثر والصدمه، فاصبح ايش؟ باسيف، اصبح ايش؟ سلبي، لا بيتفاعل ولا شيء، فهذا مفيد داخل الفم بيحميها من التارنش اند كروجن. In certain cases في بعض الحالات the oxide film يعني طبقه الاوكسايد can also be protective، قد ربما تكون ايش؟ كوقاية أو كحماية in nature في الطبيعة. For example chromium alloys السبائك المصنوعة من الكروميوم ليش؟ used in dental castings يعني نعمل لها عملية صب are protected from corrosion by the formation of an oxide layer on its surface which protects the metal against any surface or any further corrosion. يعني هتحمي لك الطبقات تماما، لاحظ هذه الطبقة هيتفاعل هنا الأكسجين مع التيتانيوم مع الماء سطحنا لتكوين ايش؟ تيتانيوم اوكسايد، هذه طبقة الاوكسايد، وبالتالي من افضل المعادن، لا بالعكس تستخدم داخل جسم الانسان. يعني المفاصل الصناعية، الصمامات الصناعية، البيس ميكرز اللي بيستخدموه بالقلب يكون مصنوع من ايش؟ التيتانيوم، ولهذا السبب في مواد كثيرة من ضمنها الكروميوم والتيتانيوم وما الى ذلك. Another example ايش؟ ايش؟ تيتانيوم، هذا المقصود فيها. فهذه ايش؟ باسيفيشن. إذا هنا الباسيفيشن ادفانتج او ديزادفانتج؟ ادفانتج مهمة جدا، مفيدة في مجال الطبي وخصوصا في مجال الطب الأسنان، لكن الكروجن أو التارنش تعتبر ايش؟ ديزادفانتج. الكروجن طبعا تارنش اند كروجن، تخيلوا هذا عبارة عن ايش؟ محاضرة كاملة وخبر ودش وكيف يعمل وكيف يصبح، لخصناها بثلاث شرائح ما فيش أي مشكلة. It is the actual disintegration، disintegration تحلل عملي او فعلي of the metal by a chemical reaction. Oral environment is a very conductive to corrosion due to البيئة الفموية مساعدة للتآكل. ليش؟ أولا presence of moisture، يعني ليش بيحدث تآكل وصدأ؟ لأن البيئة الفموية معقدة. فهنا هو ايش؟ presence of moisture، وجود ايش؟ الرطوبة. الرطوبة عامل مهم جدا أن المعادن أو الحشوات تصدأ. تصدأ أو تتآكل، مش إنها تصدأ، تتآكل وهنا الكارثة. أيضا إيش؟ temperature fluctuation، temperature fluctuation التذبذب درجة الحرارة، يعني حار، بارد، ساخن، بارد، هذا التذبذب حيخلق لك ويضعف المعدن مما يؤدي إلى إيش؟ الكروجن.
ايضا البي اتش فلكتويشن التذبذب بالحموضه قلوي قاعدي حمضي قلوي حامضي وهكذا كل هذا شيء يؤدي الى حدوث الكروجن. فهنا البيئه الكرويه عمليه مساعده لعمليه الكروجن. ما هي هذه الاسباب؟ هذه ثلاثه الاسباب: اولا الرطوبه والتذبذب في درجات الحراره والتذبذب في الحموضه. الكروجن لاحظ قلت لكم هذه محاضره تريد كل نوع كذا بيدوش. لاحظ في سؤال الكروجن الى كم تنقسم الى قسمين. هنا دراي كروجن، ايش معنى دراي كروجن؟ يعني حدث تاكل في وقع جاف هذا خارج الفم. لكن احنا يهمنا ايش؟ الويت كروجن. هنا مهم الويت كروجن، اذا قلت لك عدد انواع الويت كروجن حدد كل هذه الانواع فقط، ما عاد تعدد كل اللي تحت خلاص ايش مشكله؟ سيبك من هذا الكلام. هذا كلام كثير لما تدرس بعض المحاضرات حتعرف الايجيتيك الوي والكول ستراكشر والسوليد السولدر جوينت لما تعمل تلحيم لما تقدر التلحيم هناك لها ايش؟ كروجن وما الى ذلك. لكن اولا من الويت كروجن يعني التاكل الرطب اللي موجود داخل الفم اولا ايش؟ جلفاني كروجن بسبب ايش؟ الاخطاء وادى الى حدث ايش؟ تاكل. ايضا كومبوزيشنال سيل كروجن. السيل كروجن او الخلايا المكونات للمواد تختلف من مكونات الى اخر مما يؤدي الى حدوث ايش؟ كروجن. المواد مرتبطه مع بعضها البعض. ستريس سيل كروجن. الستريس بمعنى لاحظ مثلا هذه الصوره في هنا ايش؟ في انطباع هنا وكانه الماندبلا كاس انطبعت هنا في هنا ستريس ضغط 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 مما ادى الى اضعاف الماده فبالتالي من السهوله عليها انها حدث لها ايش؟ كروجن. هذا نسميه ايش؟ ستريس كروجن. اذا انواع الويت كروجن اولا الجلفانيك، ثانيا الكومبوزيشنال سيل كروجن انواع فقط تعددها تعداد اذا قلت لك. ايضا ايش؟ الستريس سيل كروجن وكونسنتريشن سيل كروجن تركيز الخلايا حيختلف من خليه الى اخرى او المكونات مما يؤدي الى ايش؟ تكون الكروجن ببساطه. حبيت تعرف عن المواضيع اخرى اقرا وابحث عن هذه المواضيع بسهوله حتلقاها ومش داعي للتطويل في هذا المواضيع. لاحظ انواع الكروجن. طبعا يقول لك حبيبي بعد تاكل وهنا شقي فيشر ومدري ايش كذا كلام كثير عنه بس تعرف الستريس. لاحظ الستريس يكون خطير والحشوه حتدمر بشكل كامل. فهنا يونيفورم انترجلر ركز لي فهم الرسمه هذه فقط وركز لي على المخطط الاول. الامبورتانس ان دنتسري الخصائص الكيميائيه. اولا ما هي الخصائص الكيميائيه؟ انمريت الكتريكال بروبرتيز ريليتد تو دنتال ماتيريالز. اولا قلنا ثيرمال اند الكتريكال كوندكتيفيتي، بعدين ايش؟ الكتروموتيف فورس، جلفانيك اكشن، وايش وصلنا لها بعدها ايش؟ على كل تعددها اذا قلنا لك تعددها. هنا امبورتانس ان دنتسري ذا انسوليتنج سيمنت بيز اندر ميتال كريستيشن از نوت استابليش ذيس فينومينون. هنا لما تعمل قاع بيز ما لهش دعوه ما لهش علاقه بهذا الموضوع. يعني انك تعمل لي بيز تحت الحشوه وهيقلل لك التامش والكروجن ما لهش علاقه بهذا الموضوع، ما لهش علاقه بهذا الموضوع. ثانيا زنك اوكسيد شلون؟ از ذا بيست ايسوليتور. لما اعمل تحت الحشوه زنك اوكسيد شلون؟ حيكون افضل عازل للكهرباء في حاله المريض بيضايق يقول لك في لدعه كهربائيه ممكن تاثر على العصب. لكن الجلاس اي نوع من المواد من مواد الاسنان حيكون ايش؟ از ذا موست كوندكتيف في مواد اسمنتيه مواد تحت السن نحطها مثل ايش؟ الزنك اوكسيد جنون في معنى ايش؟ الجلاس اي نوع ايهما اللي حيكون افضل عازل وايهما اللي حيكون افضل موصل؟ افضل عازل حيكون ايش؟ الزنك اوكسيد جنون وافضل موصل حيكون ايش؟ زنك او جلاس اي نوع سمنت. هتعرف بعض المسميات ان شاء الله لاحقا. امبورتانت اهميتها ان بين بيرسبشن ثريشولد. هنا حستخدم التيار الكهربائي في عمليه احطها على السيل ويطلع لي في جهاز نسميه الكتريكال بالب تيستر فاحص حيويه اللب. جهاز كهربائي حيعتمد على النظرات الكهربائيه بطريقه معينه حسب الشركه المصنعه. فاذا طلع تيار كهربائي معناتها ان السيل ايش؟ فايتال. اذا ما فيش اي تيار كهربائي فهذا تحكم على السن تقول لي ايش؟ نيكروتيك او ديل يعني متموت. فثبتنا هنا بهذه الخاصيه متى ثبتنا فيها؟ في عمليه ما هي؟ اوكي من الخصائص الكهربائيه تقريبا الخمس. في خصائص تعتبر ادفانتج وفي خصائص نعتبرها ايش؟ ديس ادفانتج. الخصائص اللي ادفانتج ايش كانت؟
اولا الباسيفيشن، وثانيا الالكتريكال بلب تستخدم لفحص ايش؟ حيويه اللون او حيويه السن، هذا المقصود فيها. بينما التامج والكروجر وبعض الاشياء الاخرى من الالكتريكال بروبرتيز تعتبر ديزادفانتج. Other specific properties water absorption، معناها ايش؟ امتصاص الماء. امتصاص الماء، المادة السمنية لما تمتص الماء بعض الأحيان تكون ايش؟ كارثية، تمتص الماء وهي داخل الفم، لكن خارج الفم ممكن نستفيد منه. فمعنى الأبزوربشن معناها الامتصاص، في معنى امتصاص الماء سطحيا فقط ما بيتعمق الماء للعمق، فهذا ايش حنسميها؟ أدزوربشن. إذا الأدزوربشن حينقسم إلى قسمين، أدزوربد أند أبزورب. الأبزورب يعني المادة كلها بتمتص الماء، فهذا تعريف. لاحظ it represents the amount of water، كمية الماء. Adsorb on the surface، لما أقول adsorb بمعنى المادة تمتص فقط من السطح، و أو absorb، absorb into the body، يعني المادة حيتغلغل فيها الماء وهتمتص الماء. المادة لما تكون محبة للماء ايش سميناها؟ هيدروفيليك. بمعنى هذا المقصود. ما هي أهميتها في طب الأسنان؟ لاحظ الأكريليك ريزنت دينشرز هاز هاي ووتر ابزوربشن، مايكوز واربيج، إذا حطيته داخل الماء فترة طويلة يحدث له ايش؟ واربيج، يعني خربط شكله كذا، قليل يلتوي، طلع عليها ايش؟ واربيج. لكن لاحظ يجيك سؤال، سمول اماونت اوف ووتر ماي بي اد تو ذا أكريليك دينشر، ليش؟ تو كومبنسيت ذا بلومرايزيشن شرينكيج. هذه المواد بتتقلص على المدى البعيد، فعلشان امنع التقلص هذا وترجع الماده الى الوضع الطبيعي احطها ايش؟ داخل قليل من الماء، داخل كثير ايش حيصبح؟ واربيج. فلذلك كميه قليله من الماء حتخلي الماده يعوض ايش؟ التقلص. هذه المواد دائما ما تتقلص، لما بدات تشتغل تنشر بيز الاسبوع الاول، تجي الاسبوع الثاني تجي تشترك معهم عاد تجي كذا، ليش؟ حتلاقي ايش؟ شرينكيج. يفضل تحطها داخل كمية قليلة من الماء، ليش؟ تكمبنسيت لكي نعوض ذا بوليمرايزيشن شرينكيج، التقلص اللي حدث لها الأطباء. أيضا بعض المواد في مجال طب الأسنان حساسة للماء، إذا فقدت الماء إيش حيحدث لها؟ تتقلص، وإذا تشبعت في الماء حيحدث لها إيش؟ تتمدد. وإحنا ما نشيش لا أن المادة تتقلص ولا أنها إيش؟ تتمدد. ليش؟ ضروري هنا يكون يحافظ على نفس الأبعاد، السن او الاشياء داخل الفم لا تتمدد ولا تتقلص، وهذا المقصود. لاحظ هيدروكولويدز امبرشن ماتيريالز، هذه المواد والاميبايد، الاميبايد تتشرب تتشبع بالماده، ووتر اميرز ان ات ليدنج تو دايمنشن تشينج، يعني اذا حطيتها داخل الماء وامتصت الماء فحيحدث لها ايش؟ اميبايد، الاميبايد تتشرب وتنتفخ وتتمدد، وهنا حيحدث لها ايش؟ تغير في الابعاد، وهنا حيكون ايش؟ ديزادفانتج. العكس تماما، اذا تبخر الماء من هذه الماده حيحدث لها ايش؟ شرينكيج. هنا حدث لها دايمنشنال تشينج يعني اكسبانشن، هنا حيكون حدث لها ايش؟ شرينكيج او تقلص بسبب فقدان الماء. وهذه خصائص بعض المواد، هذه الخصائص الفيزيائيه لها قابليه الامتصاص للماء، وبعضها تكون غير قابله للامتصاص للماء. هنا فائده الامتصاص وغير الامتصاص، بمعنى هذه خصائص اخرى، other specific properties. الخاصيه الاخرى او الخصائص biological properties، الخصائص او علم المزوجه، مزوجه المواد. ليش؟ في مجال طب الاسنان بنتعامل مع مواد مزجه كثير، ما نتعامل مع المواد المزجه. فهنا لاحظ معي fluidity and viscosity، هذه الماده الخضراء هل اقدر عليها؟ fluidity ايش معناتها؟ قدره الماده على الانسياب، يعني مثل الماء تسقط الماء يندلق بسهولة، تجيب العسل وحاول تفلق العسل صعب جدا، فهذا نسميه الماء فلوديتي على سبيل المثال، الفسكوسيتي مثل العسل أو الزيت. فإيش تعريف الفلوديتي؟